التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز أخبار من عاصمة الخبر. أهلا بكم، والبداية من الصين. عاد البرلمان الصيني انتخاب شي جين بينغ رئيسا للبلاد لفترة ثالثة مدتها 5 سنوات. كما أقر البرلمان خلال جلسته اليوم الجمعة تعيين الرئيس شي جين بينغ رئيسا للجنة العسكرية المركزية. وقد أدى الرئيس الصيني اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه بالإجماع من قبل ما يقرب من 3000 عضو من أعضاء البرلمان. رجحت الشرطة الألمانية أن يكون منفذ الهجوم من بين القتلى في مدينة هامبورغ. وكان مراسل القاهرة الإخبارية أشار إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 7 أشخاص إضافة إلى عدة إصابات. وقالت الشرطة إن شخصا أطلق أعيرة نارية في كنيسة في شارع ديلباغ. وطوقت قوات الأمن موقع الحادث وطالبت المواطنين بالابتعاد عنه، فيما تولت جهات التحقيق عملها للوقوف على ملابسات الحادث. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه عقد عدة اجتماعات لبحث تداعيات القصف الروسي للبنية التحتية الأوكرانية، وكشف عن انقطاع الكهرباء والمياه عن بعض المناطق والمدن الأوكرانية، وكذلك فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن الشبكة الرئيسية للكهرباء بعد الاستهداف الصاروخي لها. وأوضح الرئيس الأوكراني أن فرق الإصلاح والمتخصصين مستمرون في أعمال ترميم لمرافق الطاقة التي تعرضت للقصف. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مشروع الموازنة الجديد للولايات المتحدة سيبلغ نحو 7 تريليونات دولار، والذي تضمن تقليل العجز ورفع الضرائب على الأثرياء والشركات الكبيرة. وتسعى خطط بايدن إلى خفض عجز الميزانية بنحو 3 تريليونات دولار خلال 10 سنوات. ودعا بايدن إلى فرض ضريبة بنسبة 25% كحد أدنى على أصحاب المليارات، ومضاعفة ضريبة الأرباح الرأسمالية لتصل من 20% إلى 39.6%. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور، جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء، هنا القاهرة عاصمة الخبر.